سمعت لخالك يا دياب؟ ده كلام هبل. اتكلم كويس يا دياب. كان نفسي اتأدب معاك واحترمك، بس تيجي ازاي؟ الا ما في مخلوق في الجبايل كلها عامل لك قيمة. طبعا ده بعد حكاية البير والمرعى، انت وحسن بقيتوا هزء او مسخرة. انا بقى جاي عشان مصلحتك يا دياب. نفسي مرة تسمع كلام خالك. ده انت ابن بنت اختي، دمي ولحمي، وانتي بنت اختي وضعتي، اسمتي ونصيبي وبختي. لا صحيح مصلحتي تهمك يا خال. طبعا، اما انا جاي علشان ايه يا ابن بنت اختي؟ انت جيت لما ركبك ثابت بعد ما سلام عراكم. امال لو كان حد قال له مين اللي قتل عبد رباح ولا مين اللي قتل نجاح، كان منع رزق وخضره من الرجوع هم والعبد الاسود ابنهم. يا ليتك الغبره يا بدير. اطمن، دياب مش هيقول واثر بقى وحات المفيد. ابنك بيكذب يا ورد. قلت لك خليك في المفيد. المفيد؟ المفيد انك تستفيد. يا سلام، ما تحجرش دماغك معايا. عموما انا هقول احنا نجوز اختك نافلة لحسن. كويس يا ورد؟ مش وحش يا خال. ولما اختك تبقى في الديوان راسها تبقى براس السلطان. كويس يا ورد؟ مش وحش يا خال. واني كويس يا ورد. مش وحش. وبعدين هات من الاخر. وبعدين نجوز علياء لسلامة. كويس يا ورد؟ مش وحش يا خال. وطبعا انت اللي هتجوز الاتنين. طبعا، مش انا قاضي الهلايل؟ مين اللي هيقعد عليهم؟ كده تبقى ضمنت الاتنين في جيبك، حسن وسلامة. فاضل مين؟ انت يا دياب. ودياب هتعمل فيه ايه؟ ويا ترى هتجوزه لمين؟ للي بيحلم بيها الجزية. وحياة عينيكي، ما هتكون لحد غيره. فكرك هتقدر تضحك عليا احط خلق الله؟ وهضحك عليك ليه؟ الحقيقة يا ورد. بالراحه على خالك يا دياب، وسيبه يكمل يا نور عيني. الجزيه مش لعبه تلعب بيها عليا. الجزيه هي الجزيه. شايفه يا ورد؟ شايفه ابنك المجنون بيشتمني؟ فادي ما بيكذبش، والكذب خير. طيب اذا خليت الجزيه توافق، عايز تفهمني انك هتنجح في اللي ما نجحش فيه حسن؟ يا اخي ده، ولا عايز تفهمني انك هتقدر تقلد سلامه ابن رزق وتلمهم حواليك؟ سلامتك، الف الف سلامه. يا قاضي، افعالك اللي انت راسم عليها دي افعال نسا، حاجه كده زي الخطبه يا قاضي بدير. انا غلطان واستاهل الموت. يا رب يا رب يجيلي تعود عشان استريح منهم. خلاص خلاص، ما تحاولش. بعد ما سبتوا سلامة ابن رزق يفرد قلوعه عليكو، انا هسيبه يعريكو اكتر واكتر لحد ما يجي الاوان اللي انا احدده وبسيفي اطرده وادخل الديوان واقعد على العرش. بره 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 هزقة، بره. تجاوز
حدوده ولا حد عاد يملى عينه، والكل بيها بردوده بسيفه ولا بلعينه، بسيفه ولا بلعينه. يصبح دياب ابن غانم في الغابة سبع الزغابة، ياخد لناسه المغانم وبني هلال مع زغابة، بني هلال مع زغابة. تخونوا أخوكوا حسن سلطان الهلايل وتمدوا ايديكوا في ايدين ابن رزق الهلال. سلامه كان قصده كله خير، يلملم المتفرق فينا ويجمع الناس للشده اذا محلت بنجد او بارض العرب. سلامه ده مش عاوز غير حاجه واحده بس، شأنه شأن ملعون دياب، الكرسي ده ويضيع اخوكوا وسلطنه الهلايل تتهدم. وليه؟ وكان عنده في زحلان كرسي المملكه بعد الملك الفضل، وساب كل ده وجه يجالس العوام من اهله والرعيان. ما انتوا قعدتوا هناك معاه في الخان، خان الرعاع والاصاغر والعبيد. يا ريتك يا حسن تقعد وياهم وتسمع بدل ما تقعد في الديوان مع الدير والامراء والاعيان. انت السبب، انت السبب في اللي بيحصل ده كله. في الاول جريتي ورا رزق الهلالي عشان ترجعيه، والوقت واقفه مع سلام ابنه وكلنا، مش الجازيه بس هي اللي واقفه معاه. يخلص ويخلص ليه؟ لو انت راعي وخايف على الرعيه ويهمك اليوم همهم وهم ايامنا اللي جايه، تمد ايدك للهلال يا حسن. انت ليه راكبك الخوف من سلامه؟ ليه؟ اللي تخاف منه صحيح هو بدير ودياب والعمر اللي بيهمهم غير نفسهم وبس، وساعه الشده يهربوا بكل ما خزنوه. وهو يا جازيه ما يتخافش منه، يتحب موت. بلاش تسمع لكلام القاضي وتبقى زيه رخيص، واسمع كلامي لاخر مره يا ابن امي وابويا. ما هينصلح حالك وتبقى قد الكرسي ده الا اذا سمعت لي وسمعت له. في شده جايه يا حسن، وصدقني الكلام ده مش هزل ولا خيال. كذب وخداع بيخلقهم علشان يلم الناس حواليه ويحرضهم ضدي. مش كذب ولا خداع، لان الشده ليها علامات. من دلوقتي المراعي نشفت وفات شهور عن انقطاع المطر، لكن انت مش عايز تبص ولا حد يفكرك، عايز تقعد مع الامراء مرتاح البال وبس. مولاي الامير شكر الهاشمي بره وطالب مقابله السلطان في الحال. الامير شكر امير مكه وصل يا جزيه، دلوقتي بس ينتهي خبلك وتخلص لعبتك. المره دي لازم يتم جوازك منه فورا الليله. انا جاي في شيء اخطر من كده يا سلطان الهلايل، مكة في خطر. مكة؟ ها، وانتوا وصلكوا اوهام الهلالي سلامة عن القحط اللي جاي حتى المكة وصل؟ لا يا حسن، احنا وصلنا اخبار عن الجيش اللي بيتحضر عشان يزحف على مكة. من مين يعني؟ أمير، أمير اصحى اصحى يا أمير، يا أمير. أبو الأنصار؟ إيه؟ أمير مكة هنا وطالبينك. طب وأنت موطي صوتك كده ليه؟ عشان أمير رزق مش عايزه يعرف حاجة وهو تعبان كده. مش عايزه يعرف إيه؟ ما تنطق يا أبو الأنصار، في إيه؟ حرب ما كانت على البال. بني عقيل؟ لا، الأعاجم بيهددوا البيت الحرام. مكة المكرمة في خطر يا هلايل، حوشوا الأعاجم والغطريف الكلب عنها. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا زعلوم؟ ايه جبت كلامنا من ايه؟ من الديوان، والديوان قاعد فيه شريف مكة بيحكي للأمرة، والأمرة لازم يتحركوا ويطلعوا يندهوا على الخلف
مكة المكرمة في خطر يا هلايل، حوش الأعاجم والغطريف اللي رجع سهران، مكة في خطر. كلام بجد يا حرب؟ ها؟ ويعني مفيش غير زعلوك اللي ينبه يا أهل نجد؟ ومال القاضي ما طلعش ليه وقال المدحين؟ فالحين بس يتصدروا في الهيفة يا حرب. وأنا نقف نخبط كف بكف ونولول بقى يعني عشان مزاجاتهم، نطلع نحارب ونموت، ولما يجي الخطر بقى وحقيقي نقف كده ونبحلى يا عالم. دي مكة الأرض الحرام يا حرب. مش محتاجة كلام يا قاضي، مش محتاجة كلام، مكة في خطر. مش معقول بقى احنا لسه هنستنى لما تناقش أمير مكة إذا كنا نخرج ولا ما نخرجش، إذا كنا نلم كل القبائل عشان نروح ندافع عنها، ولا نقعد هنا في الديوان لحد ما نفكر ونشوف. نور عيني يا ابن رزق، افهم كلامي، خبرة سنين طويلة في الشرع والحكمة. دي مش خناقة على بير زي خناقة الدياب، ولا خلاف في القعدة جوه الديوان. دول الأعاجم وكبرهم وإيديهم طويلة في أرضنا، الغطريف الغضبان. إذا كانوا هم الأعاجم والكبار والغطريف، فدي برضو مكة الأرض الحرام. مفيش كلام، وغير السلطان هلايل على مكة شيء جميل، والنفس السبب لخوف على مكة لأن فيها البيت الحرام، يستحيل يقربوا من مكة يا أمير. مكة لا كده هو. كلامهم صح يا سلامة. أبويا كلام إيه اللي صح يا أبويا؟ مش عشان قلت استعدوا للجوع اللي جاي، لا، عشان لميت القلوب حواليك، جمعت روح القبايل حوالين هدف ونسيوا الخلاف، وإذا في نظر الأعاجم كفر وخطيئة لأنه خطر على وجودهم وسطوتهم. ومين يكره إن نعلم القبائل وننسى الخلاف؟ اللي يكره الغطريف والأعاجم وانت وحسن. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا رزق يا هلالي؟ بقى انا بكره ان تكره ان ده يجي من بركات، لانه ارعن زي ابوه. انت وقطعت رجلين غطريف وشايل عنا لحد دلوقت، وسلام ابنك هيج علينا الرعاع ولعها نار هنا وهناك. يا ساده لو تسمحوا. ما تخافش يا امير مكه، ما تخافش، محدش منهم مهما قال هيمنعنا اننا نخرج وياك. الاعاجم وخدامهم افزعهم اننا ننسى الخلافات اللي بينا ولو للحظه واحده، ولو حتى علشان نمنع عن عيالنا العطش والجوع. وعشان كده يا امير لازم نستمر، ولازم نكمل اللي بدأناه. وقبل ما نروح على مكه وياك يا امير، لازم في الأول نلف على كل القبائل. لما ناديت يا بركات من خوفك عليهم من الشدة والجوع اللي جاي، اتلموا حواليك. دلوقتي نادي هيلبوا نداك من تاني. نادي يا سلامة، نادي. ما حد هينادي ولا يؤمر بشيء إلا إذا أمرت أنا. ما تيجي يا سلامة، ما تيجي تقعد وتبقى سلطان علينا بدل حسن. خلاص يا سلطان، الكل جاهز ومش محتاج ندى. انت بتقولي ايه؟ واحنا جاهزين يا سلامة. ايه اللي بيحصل هنا ده يا جزية؟ تعال وشوف يا حسن وانت تلاقي الرد، بدل ما يركبك الغضب وتتعصب على سلامة وعليا وتقوم على عم القاضي. تعال وشوف بنفسك. هيرجعوا يا سعيد. سلامة وابو القمصان هيرجعوا. كفاءنا فرق، كفاءنا اللي راح. وهو يا سعيد
الرزق. رحلوا يا خضرة. رحلوا يا رزق. والكون خلى من الصدى والصوت كأنه الموت. رزق ساعدني وساعد سعيدة. انت دلوقتي السند والونيس، بلاش تجيب سيرة الموت. ما خفت يوم من الموت، خفت ولا استنيته من الدار خايف، لكن بنفسي رحت له وسط المعارك والهلاك. كنت مستعد دايما ليه، دلوقتي بستعجله وبنده عليه. ليه كده يا سيدي؟ ليه يا رزق؟ ليه بتكوي روحك وتكوينا معاك؟ قدمت كل ما عندك لغيرك، من حقك دلوقتي السكينة والسلام. حامل حما كنت دايما ليه، وعمرك ما تخليت عني، وعمرك ما رضيت بقلة القيمة ولا الخسة وسوء الطبع دايما منهم والخلاف. وقبل ده وبعده يا سيدي خلفت لهم أمل دلوقتي بينور طريق. سلامة يا رزق الهلالي. الهلال سلامة يا خضرة. يعينه في غربته على العيدة ويحميه ويعود ويعوده. ايدك يا سناكل اللي من دمك. كفاياكي عشاني اتحول قدام الحرس لمجنون؟ لو ما سمعت الشعايل تكون مجنون. عاوزه ايه؟ وضحي او ابعد عني. مد ايدك للي جايين من الصحراء بحق الدم واللسان العربي، ساعدهم. دي فرصتك تخفف المكتوب. من اليوم اي شيء تقوليه هعمل عكسه تمام. ايوه هعمل عكسه تمام. شايفة ايه اليوم يا سعدة؟ هتصدق سعدة يا مولاي ولا هتغضب زي كل مرة؟ هحاول اصدقك. شايفة ايه قدامي؟ شايفة موت وحر. موت وحر؟ فين يا مولاتي؟ بعيد في أرض شرق الكون، لا تعرف خضرة ولا مية، شيء مختلف عن مملكة الزنات. صحراء ممتدة بلا حدود. وإيه اللي يهمنا في صحراء ممتدة بلا حدود بعيد عن مملكة الزناتي؟ إيه اللي جابها قدامك؟ فيها شيء يهمنا، فيها شيء يهم مولاي الزنات. فيها لسان عربي كما لسان الخلايق اللي في مملكة الزنات. علام، معرفش مين تقصد ولا فين بالظبط يا مولاي، بس الكلام قدامي واضح. مولاي الزنات الملك فيهم. أنا فيهم؟ بتقول إيه؟ مولانا هناك في الحرب؟ الصبر الصبر يا وزير علام. ده كلام تخريف،
حصليني على قاعة العرش. خلاص يا سعدة خلاص، من اليوم لا في رمل ولا مية. مولاي انت السبب، قلت لي اسيبها وده كان غلط، لانها سابت الفروسية وقعدت العرش جنبي عشان تتعلم اصول الحكم وراحت للاوهام. ده مش بايدي. لا بايدك، هربت مني ومن مستقبلك بعدي. حرب ايه وصحرة ايه وناس مين دول اللي هروح لهم في اخر الارض؟ انا ما قلتش يا مولاي انك هتروح لاخر الارض، انا شايفه شيء تاني. شايفه شيء تاني؟ شايفه ناس عندك. عندي؟ مين دول اللي دلوقتي في شده وفي حرب مع الاعاجم؟ باين مولاي رسول من شريف مكه. شريف مكه يجين امر مولاي. لسان عربي وصحراء. مولاي الأمير شكر أرسلني على عجل لمولاي الملك الزناتي. قالوا الدليل يا سعدة. سعدة كلامها صحيح يا علام، في حرب حوالين مكة ما بين قبائل العرب وبين الأعاجم، ولسه قدامها الزمن هيمد. وإيه طلب أمير مكة في رسالته يا مولاي؟ نتدخل. نتدخل؟ ومولاي شايف ايه؟ وليه نتدخل؟ اللسان والدم والاصل من جد الجدود. مين اللي علمها الكلام ده؟ ده كلام جدتها الملكة شعايل. يا ملك تونس. مولاي لو يسمح اقول للرسول، اذا كان اللسان والدم والاصل البعيد هيجروا علينا الجوع والطمع فينا، ما يجروش لا هم ولا حد غيرهم، واي شيء تاني يخصهم ما يخصنيش. هنا مملكه الزناتي، مملكتي دي كون وحدي، كون مكتمل مقفول مصنوع بايدي، في كل شيء محكم غني عن العالم باللي فيه. مفيش مفر، هيكون لمولاي الزناتي شأني بيهم لما يلاقيهم. لاخر مره بحذرك، أنا قلت لك سيبك من المقدر والرمل والمية. قول لها يا علام. يا مولاتي ده كله كلام كذب في كذب من المبتدا، والوهم خدني الطير من نار. مرت سنين وسنين والطير دوا، ولا أبو عزة العراف وكذبته عن عبد أسود. عبس لعبة كان بيلعبها العراف لهدف في نفسه او لحساب غيره. طب وانا بلعبها لحساب مين؟ وهم شيطاني. حتى جدتك الجنية بكل قوتها المخفية تاهت في الاوهام، كان ممكن اتوه انا كمان، لكن دلوقتي كل شيء واضح قصادي لما تحررت من الوهم، ولازم احررك منه. والرد على مولاه؟ الرد واضح. بلغ امير مكة ان ملك الاعاجم طلب اكون معاه حليف، وانا رفضت طلبه. عاوزني احالف مين بعده؟ ملك الاعاجم يا كبير تونس له مطامع فينا وفيكم. اتكلم عن نفسك وبس، انا لا محتاج للاعاجم ولا لولاد العرب، أنا كون وحدي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.